ان الواحد يلغي كل احلامه واوهامه ويعيش في صراع ابدي مع الحياه لحد ما يتوه ويموت. انا شخصيا مقتنع باللي بقوله. بس انت ظروفك مختلفه يا فخر. حتى ولو كان الظروف مختلفه، الانسان مش مخلوق عشان يعيش في صراع ابدي مع الحياه ومع نفسه. لا، في فرق بين الانسان وبين الحياه. صحيح الواحد لازم يتعب ويشقى عشان يقدر يعيش، وفي نفس الوقت لازم يستمتع بحياته. جرى ايه يا جماعه؟ هنفضل طول عمرنا في المنشات دي ولا ايه؟ ايام ما كنا طلبه كنا بنفوت عشان نهرب من المذاكره، ترجعوا تاني تفكرونا بايام التلمذه؟ ومالها بقى حياه التلمذه؟ ولا انا عشان ما انا لسه تلميذه. لا والله ما اقصدش يا جماعه، اصل كوكي فخر طول عمره حاطط نير ونير يا ابني. بالعكس يا فوزي، المناقشات دي مهمه جدا، تخلي الواحد يفكر في حاجات كتير ويعيد حساباته فيها. افهم كده بقى ان انت ممكن تقتنع بكلامي؟ ليه لا؟ إذا كان صح. بس كده بقى أنت ليك عندي مفاجأة. لا يا حلو، تقول لي عليها دلوقتي. لا، بعدين أقول لك. إيه يا أستاذ مالك؟ أبداً مش جاي لي نوم. مش جاي لك نوم ولا بتفكر في المناقشة اللي دارت بين أمل وفخري؟ بيني وبينك يا فوزي يا اخويا، الواحد ابتدى يحتار. من ايه بقى؟ مش انت اللي اخترت ظروفك دي بنفسك؟ مش ده اللي شاغلني يا فوزي. انت عارف ان انا من يوم ما ارتبطت انا وامل واحنا عارفين هدفنا كويس وبنخطط للي احنا عاوزينه، لكن كل الايام ما بتفوت بكتشف فعلا زي فخري ما بيقول. الله 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 الله، ده الظاهر فعلا ان فخري اثر فيك. ما تفهمنيش غلط يا فوزي، انا عارف ان فخري ظروفه غير ظروفنا، لانه طلع لقى عنده شركه وفلوس وارض، يعني يقدر يعيش الحياه زي ما هو عاوزها. لكن احنا، احنا ايه؟ احنا فقر مش كده؟ عشان ما تزعلش مني لما كنت بتريق عليك وانت بتكلمني عن اللقمه الحلال والعيش الصغير. لا 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 لا، انا مش معنى كلامي ليك ان انا بتخلى عن احلامي وتصوراتي للحياه اللي انا عاوزها. انا، انت مش قادر تقول انك غلطان في تصوراتك عشان كده محتار. صدقني يا ماهر، يعني تقدر تقول لي كده بتقدير حساباتك، انا ايه اللي خلاني اشتغل عند فخري بالذات؟ هو الواحد بيشتغل ليه؟ مش بالمعنى اللي فهمته ده، انا اقصد بالذات عند فخري ليه. طب ليه؟ فخري طول عمره ذكي ولئيم، بيحب نفسه كويس؟ طب وده ماله ومال الشغل؟ ده هو ده الشغل. أنا كان ممكن آخد المرتب اللي باخده في أي حتة تانية، لكن وجودي جنب فخري هيخليني أكسب حاجات كتير قوي ما أقدرش أكسبها من حتة تانية. أنا مش فاهم حاجة. ما تشغلش بالك، بكرة هتفهم كل حاجة. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ فوزي. أستاذ فخري وصل؟ وصل من بدري. أنا فاهم اللي بعمله كويس، وإلا ما كنتش دخلت في عملية كبيرة بالشكل ده. السوق مش محتاج اللي يخاف يا أستاذ. عموما أنت عارفني كويس، الخسارة والتراجع مش من طبعي، وادينا هنشوف. مع السلامة. أهلا يا فوزي. أمال فين ماهر؟ ده أنا كنت بدور عليه. أنا كنت قايل له يعدي عليا. ما جابليش سيرة، بس ما دام متفق معاك يبقى أكيد هيجي. إنما خير، إيه اللي حصل؟ أبدا. أصل بصراحة يا فوزي، ماهر كده الايام دي احواله ما هياش عجباني. احواله من امتى؟ ايه غريبه ان انشغل بصاحبي ولا ايه؟ الحكايه في اصلها مش غريبه، انما معاك انت بالذات تبقى غريبه. قصدك ايه؟ يعني قصدي ان وقتك وشغلك ما يسمحولكش بالكلام ده. انا معاك، لكن اصل بصراحه ماهر وامل احوالهم كده مش عجباني، وضعهم مش باين له استقرار، خصوصا ان الاثنين
زي ما انت عارف يعني على الحديدة بالظبط. طب وانت في ايدك ايه تعمله؟ ما هو ده اللي انا بفكر فيه. انت ليه بتفكر بالشكل ده؟ لاني مش عاوز ان احنا نتفاجئ بحاجة، مش عاملين حسابها يا امل. ايوه يا ماهر، بس ده عمره ما كان تفكيرنا مع بعض. احنا يا دوبك لسه بنبدأ حياتنا عشان نقدر نعيش، ثم احنا كمان لسه متخرجين، مش عايزين بقى نكون الدنيا على دماغنا كده. ولا انت بقى بتنسى الكلام اللي احنا كنا بنقوله مع بعض؟ مش عارف. لا يا ماهر، يعني ايه مش عارف؟ احنا كده هنبقى مختلفين. انا ما اقصدش ان انا مش عارف اللي انا عاوزه، لا، انا بس نفسي اغمض وافتح عيني الاقينا احنا الاثنين تحت سقف واحد، ومش عاوز المساله دي تطول. عموما انا هروح اشوف فخري عاوزني ليه، وبعدين ارجع نكمل كلامنا. تعرف يا رجاء، لما كنت بشوفك كنت صغيره وانا بذاكر مع فخري في البيت عندكم، كنت دايما بحس ان في حاجه بتشدني ليكي. حقيقي يا فوزي، انت الكلام ده فعلا بتقوله لي من قلبك؟ بكره تعرفي اذا كان من قلبي ولا لا. انا بحبك يا رجاء، بحبك وبتمنى اليوم اللي نكون فيه لبعض. يا سلام سلام لو الايام تديني. اوعدك يا فوزي اني بكره احقق لك كل احلامك. مش ممكن اقبل ان احلامي تتحقق من غير كفاح وجهد وعمل. هو احنا يبقى في فرق بيننا؟ لا طبعا، بس انا اتعودت ان انا اعتمد دايما على نفسي. احسن تكوني فاكره ان انا طبعاً في ثروتك ولا ثروه اخوكي. أنا واثقة منك ومن مشاعرك. يا سلام، أنا نفسي أفتح عيني وأغمضها ألاقيني أنا وأنت في بيت واحد. طب مش لما أخلص دراسة الأول؟ خليك أنت يا ماما، أنا حافظ. وعليكم السلام. ازيك يا اجمل واطيب حما في الدنيا كلها؟ بطل بقى يا ولد كلامك ده. طب والله بتكلم بجد، ده انت وشك عليا حلو قوي النهارده. يا سلام، وش معنى بقى النهارده؟ خلاص فرجت، كل شيء هيتحل عن قريب. خير يا ترى؟ لقيت شغل؟ ايه رايك بقى ان انت مش هتصدق اللي هقولهولك؟ ايه هو بقى اللي مش هصدقه؟ يا ولد اتكلم على طول. طب شوف يا ستي، ايه ده بقى؟ بصي بس بالراحه. شوف مالك من ساعة ما شفت العادي وانت متغيرة ليه؟ ابدا، اصلها كانت مفاجأة. تعرفي العقد ده كان بيجري عليه اكتر من 50 واحد، لكن طلع في الاخر من نصيبي انا. مين اللي جاب لك العقد ده؟ هيكون مين غيره حلال العقد؟ فخري. فخري؟ اه فخري. وخد منك كم بقى على كده؟ اخد مني؟ ما انت عارفة البير وغطاء. هو انا حلت حاجة؟ يا سلام يا امل، اخيرا الواحد هيبتدي يحس بحياته ويحقق اللي هو عاوزه. ماهر انت بتتكلم بجد؟ فعلا ناوي تسافر؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا امل؟ امال يعني بهزر؟ ايوه بس ده ما كانش اتفاقنا. انهي اتفاق؟ دي فرصه يا امل، والفرصه ما بتجيش غير مره واحده، واللي ما يستغلهاش يبقى عبيط. الكلام ده جديد؟ ولا جديد ولا حاجه، بس يظهر الواحد ما كانش داري بحاجه. تعرفي يا امل، وانا عندي فخري في المكتب حصلت حاجه غريبه قوي حيرتني جدا. حصل ايه؟ وانا داخل المكتب لقيت راجل كبير في السن قاعد وزي ما يكون شايل هموم الدنيا فوق دماغه. كان ساهر قوي. تعرفي كان ساهر ليه؟ ليه؟ الراجل ده كان موظف كبير واتحال على المعاش. يعني عاش حياته فعلا، وربى اولاده احسن تربيه، ما فضلش عنده غير بنت واحده على وش جوازه. طب وايه بقى الغريب في كده؟
الغريب اني لقيت الراجل ده بيقول لي فجأة كده انه حس بعد العمر ده كله انه اتسرق. اتسرق؟ ايوه يا ستي اتسرق. ازاي؟ بيقولوا انه لما كان في عمله ما كانش عنده وقت يفكر غير في شغله وفي بيته، انما دلوقتي لما طلع معاش بقى عنده وقت فراغ كبير قوي. بقى كلام الناس له معنى تاني، حتى نظرتهم ليه بقى ليها تفسير تاني وابعاد مختلفه تماما. يعني يعني لما كان في شغله كان كل تفكيره في دايره واحده، هو انه ينجح في عمله ويرضي كل الناس اللي حواليه. لكن دلوقتي لما خرج معاش ابتدى عنده وقت فراغ كبير قوي، ابتدى يقارن بينه وبين اصحابه وجيرانه ويعيد حساباته. ده عنده تلفزيون ملون وهو ما عندوش، ده بيكسب 100 جنيه في اليوم وهو يا دوبك عايش. اسمح لي اقول لك ان الراجل ده نظرته قصيره قوي للحياه وللدنيا، لانه كل واحد بياخد نصيبه. لا يا امل، الكلام ده نظري. الحياه دلوقتي مش بتتقاس ولا تتحس غير بماديتها. غلط، انا اول مره اسمع منك الكلام ده يا ماهر. طب تقدري تقولي لي لما نشتغل انا وانت هنقبض كام وادينا معانا شهادات عاليه؟ ارجوك يا ماهر المنطق ده مش صح. امال ايه اللي خلى راجل كبير وبعد السن دي كلها يفكر انه يسافر؟ الراجل ده تفكيره مش صح، ومش هو ده النموذج اللي تقارن بينه وبين حياتك. انا مش بقارن، انا بس كان نفسي تكوني معايا وتشوفي نظره الراجل وفرحته لما فخري وعده انه هيجيب له عقد عمل عشان يسافر بره. واشمعنى ادالك انت العقد بالذات؟ بيني وبينك انا لا كان في دماغي عقد ولا غيره، انما بعد الراجل ده ما خرج لقيت نفسي قاعد حيران وبفكر. فاجئني فخري بالكلام. ايه؟ سرحت في ايه يا استاذ؟ ابدا، بس تعرف يا فخري موقف الراجل ده خلاني اقلق قوي. اصلك نايم في العسل نوم يا استاذ. نايم في العسل؟ انا هعمل ايه؟ ما انا قاعد اهو مستني التعيين. وعادك ده اكبر غلط، انت لازم تلحق نفسك. الحق نفسي؟ يعني اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ سافر يا اخي، اخرج بقى من الاوهام اللي انت حابس نفسك فيها دي. ايوه بس انا عمري ما فكرت في السفر. يا سلام، وش معنى؟ معرفش، طول عمري اقول ان السفر ده هروب من المسؤوليه. ده كلام العجز يا استاذ. تقدر تقول لي لما تيجي تتجوز هتتجوز ازاي وامتى وفين؟ مش عارف، بس اكيد لما اتوظف انا وامل اكيد هندبر الحكايه دي. انت بتضحك على ايه دلوقتي يا ابني؟ فوق بقى، انت محتاج لطفره، يعني محتاج حياتك تتقلب راسا على عقب. ازاي بس؟ عارف يا ماهر، انت لو قعدت 10 سنين انت وامل تحوشوا مرتبكم بالكامل عمركم ما هتحققوا ربع اللي انتوا عاوزينه. ما هي كل الناس عايشه يا فخري، يعني اللي زي اهلي دول كانوا بيحسبوها كده. لا 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 لا، انت ما تبصش لاهلك. الحياه زمان غير الحياه دلوقتي. الحياه زمان كان ليها متطلبات غير دلوقتي. دلوقتي كل حاجه بقت بالفلوس، يعني معاك كام تساوي كام. تقدر تقولي دلوقتي لو انت معاك فلوس كنت هتأخر جوازك من امل ثانيه واحده؟ لا طبعا. شفت بقى، اذا الفلوس هي اللي بتشكل حياه الناس زي ما هي عايزه، مش كده ولا انا غلطان؟ اسكت اسكت يا فخري، ده انت شتتت تفكيري. بالعكس، انا في امكاني احللك كل مشاكلك دلوقتي. ازاي؟ بالعقد ده. ايوه بس ده عامل خارج مصر. ايه مال شكلك اتغير كده؟ لعلمك العقد ده بيجري وراه اكتر من 50 واحد، لكن انا فكرت فيك. عاوزني اسافر. ومال
ما تسافرش ليه؟ أنت معاك ليسانس آداب ودارس لغات كويس. أيوة بس ال... مفيش بس. ده مش هيكلفك أي حاجة. مش هيكلفك غير إنك تجهز أوراقك وفي خلال أيام هتكون مسافر. أنت في إمكانك تكسب في الشهر $1,000. واقتنعت بكلامه؟ لقيته كلام منطقي. لكن إيه مصلحة فخري في سفرك ده؟ مصلحته؟ هتكون إيه مصلحته يعني؟ الراجل صاحبي وعاوز يخدمني. خسارة يا ماهر. خسارة إيه بس يا أمل؟ وأنا بعمل حاجة غلط؟ هقول لك إيه؟ عموماً اعمل اللي أنت عايزه. صدقيني يا أمل، هي سنة واحدة هجرب فيها بختي ومش هزود عليها، ولما الاقي ان انا حوشت اللي يخلينا نبتدي حياتنا هرجع على طول. اللي تشوفه يا ماهر. خلف رقبة وخلق دلوقتي برضو من شايلي من شايلي وبعدين هذا باستمرار وسابق وفاكر اخويا الثاني داخ وكان فاكر انه رجع وبعدين غير السجاعه الثانيه وقع جدا في مكتب تخلص منه بالذكر هنا معاه. خلصت مذاكره؟ لسه شوي، انا قلت اريح واجي اتفرج معاك على اللي انت بتتفرج عليه ده. انا مش عارفه يا بيه اللي بيعجبك في المصارعه دي. كنت هلعب مع مريم. بحبها مريم وساعات بتفيدني. بتفيدك؟ طبعا المصارعة دي علمتني إن الحياة دايماً للأقوى، مش في قوة الجسم لكن في الذكاء والتفكير اللي بيخلي الخصم إزاي يوجه للخصم الآخر الضربة المناسبة في الوقت المناسب. طب ودي بقى بتفيدك في إيه؟ حاجات كتير. عارفة أنا لو كنت خدت بالي من اللعبة دي زمان كنت استفدت حاجات كتير قوي. إزاي يعني؟ يعني مثلاً واحنا طلبة كنت انا وماهر نذاكر طول السنة ونتعب روحنا، وكان فوزي ده يدوب يذاكر اسبوعين ثلاثة قبل الامتحان وتظهر النتيجة ونفاجأ بيه انه ناجح زينا بالظبط مع انه ما ذاكرش ربع مذاكرتنا. عارفة ليه؟ لانه كان بيعرف ازاي ينشن على الابواب اللي ممكن يجي منها الامتحان. طب مش جايز ده ذكاء منه؟ سميه زي ما تسميه، المهم انه كان بينجح في الامتحان. بس تعرف يا ابي انا بحس ان فوزي ده انسان رقيق قوي. مش معنى يعني بحس كده بيه بالشهامه والرجوله. اصلك ما تعرفهوش كويس. ازاي بقى يا ابي؟ ده انا اعرفه من وانا لسه في الاعداديه. الله، وانتي مهتميه بيه كده ليه؟ من صاحبك يا ابي. صاحبي ولا في حاجه؟ الله بقى يا ابي. رجاء ما تخلينيش اغير معاملتي معاكي. انت ما تفكريش غير في مذاكرتك وبس. يا بنت مش ليك عليا انجح السنه دي. يعني ايه؟ طب تصور بقى ان هو نفسه بيشجعني على المذاكره وعايزني اتفوق كمان. خلاص قفلي السيره دي دلوقتي، اتفضلي شوفي وراك ايه. ايه يا بيه؟ وانا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ ارجوك سيبيني لوحدي دلوقتي. والله عال حتى انت يا سفوزي. بيني وبينك امل عندها حق. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا فوزي؟ انت معايا ولا معاها يا اخي؟ ما هو برضه يا ماهر الحاجات المفاجاه دي بتبقى مش ولا بد. يعني انتوا عاوزين نعمل ايه؟ افضل قاعد مستني التعيين؟ مش كفاية السنين اللي عشتها طول حياتي وانا طالب في الجامعة يا دوب مكافأة التفوق اللي كنت قادر بيها اعيش وسط زمايلي؟ بس ما تنساش ان امل ارتبطت بيك وهي عارفة ظروفك دي. يعني انا عاوز اسافر ليه؟ ها؟ عايز اسافر ليه؟ مش عشانها وعشان خاطرها وعشان نبتدي نحس بوجودنا؟ انا هقوم اسيب كل حاجة دلوقتي تمشي بطبيعتها. انا عايزك تصحصح وتفوق معايا كده. ليه في ايه؟ ايه رأيك في رجاء؟ رجاء مين؟ هتكون مين يعني؟ رجاء اخت فخري. مالها؟
تعرف يا ماهر، انا بفكر اتجوزها. دي اخوة تتجوزها؟ ده انت طول عمرك بتطلع فيها القطط الفطسانة وبتتريق عليها. اخوة ده كان زمان وهي صغيرة، دلوقتي كبرت وبقت حلوة قوي. طب وش معنى رجاء يعني؟ ما قدامك البنات كتير. يا عم روق، وانا لو اتجوزت رجاء هقعد حيران كده زيك. انا مش فاهم حاجة. يا رجاء مش ليها نصيب في الشركة وفي المشاريع اللي بيقوم بيها فخري؟ ايوه، بس تقصد ايه انت؟ اقصد بقى اني لو اتجوزت رجاء مش هقعد زيك افكر في السفر وفي المشاريع اللي... طب اللي مش... اسكت. طب ايه رايك بقى ان انا قابلتها النهارده وكلمت معاها؟ يا سلام يا سلام يا ماهر لو شفتها وهي بتكلمني. ايوه فوزي، بس علاقه زي دي عمرها ما تنجح لانها مبنيه على المصلحه. وفي ايه في الدنيا دلوقتي مش مبني على المصلحه؟ كل حاجه مبنيه على المصلحه، كل واحد بيقول مصلحتي وبس. معقول يا فوزي انت تفكر بالشكل ده؟ هو فخري ده احسن مننا في ايه؟ فخري ظروفه غير ظروفنا، لانه طلع لا ابوه سايب له كل الامكانيات الكافيه. اشمعنى احنا اهلنا ما سابولناش حاجه؟ كل واحد وله ظروفه يا فوزي. انا بقى مش عجباني ظروفي دي ولازم اغيرها. شوف لي الاستاذ فوزي اذا كان وصل ابعته لي. حاضر يا فندم. صباح الخير. اهلا يا فوزي. خير؟ ابدا، مش عارف ليه يا اخي حاسس اني مش طبيعي، فقلت اندهلك ندردش شويه. اخبارك ايه؟ انا الحمد لله كويس، بس انت اللي باين عليك قلقان بشكلك كده، ما نمتش طول الليل. ابدا، اصل واحد في دماغه الف مشروع، عشان كده تلاقيني دايما مشغول وبفكر. الله يكون في عونك. عارف يا فوزي، التجارب علمتني ان القوي مش لازم يبقى قوي بس، المهم انه ازاي يحافظ على قوته دي عشان ما يديش حد فرصه يفكر للحظه واحده بس انه ضعيف. فعلا. يعني انا مثلا، تفتكر ايه اللي خلاني اتفرغ في شغلي واشتغل في الاستيراد والتصدير وكل المسائل اللي انت عارفها دي؟ ايه بقى؟ الخوف. خوف؟ ايوه الخوف، لان اكيد مشروع من دول ممكن ينجح وممكن مشروع تاني يفشل. ساعتها ما يهمنيش وما خافش، لان عندي اللي يغطيني والمسائل تشيل بعضها. عندك حق، عشان كده تلاقيني دايما مشغول وبفكر لدرجة ان تفكيري نفسه اتغير. معقول يا فخري؟ طبعا. يعني انا وانت مثلا، ايه اللي يربطنا ببعض؟ يعني طول عمرنا اصدقاء وبنشتغل مع بعض. غلط، مش بقولك التجارب علمتني؟ مش قادر افهمك. علاقتنا ببعض دلوقتي ما فيهاش حاجة اسمها صداقة، فيها علاقة واحد بيشتغل عند واحد. ايوه، بس احنا طول عمرنا. ارجوك افهمني كويس، سيبك من الكلام والاحلام الوردية دي، احنا اصدقاء بقدر ما كل واحد فينا بيستفيد من التاني. فاهم يا فوزي؟ أنا موافق على كلامك ده، بس مش عارف إيه اللي خلاك تتكلم بالطريقة دي.
أصل الواحد مفروض يبص لفوق ما يبصش لتحت، بس لما يبص لفوق يحاسب لا رقبته تنكسر. مش هتقومي تستريحي بقى يا ماما؟ معلش يا أمل، أنا حاسهر أخلص الحتتين اللي في إيديا دول، أصل أصحابهم مستعجلين عليهم شوية. إمتى بس يجيني الشغل وأنا ريحك من الخياطة دي خالص؟ معقولة دي يا أمل؟ طب دي الخياطة حبيبتي هي اللي نفعانا طول عمرنا. أيوة يا ماما، بس أنت لازم تستريحي. طب والزباين بتوعي بقى؟ يا ستي يشوفوا لهم خياطة تاني. عارفة يا أمل، أنا متهيألي لو استغنيت عن الخياطة مش هستريح. أخيرا خلصت كل حاجة وجبت التأشيرة كمان. طب يا ابني قول سلام عليكم الأول. لا مؤاخذة يا حماتي، أصل تعبت أوي النهاردة. على فكرة أنا عاوز أشرب شاي عشان دماغي هتفرقع. خليك أنت يا أمل، خليك يا حبيبتي، أنا هعمل الشاي، أصل من بدري وأنا ليا مزاج أشرب شاي. فرحان يا باير؟ أوي. لدرجة دي؟ على ليه، هو أنت مش فرحانة ولا إيه؟ الأيام بتعدي بسرعة يا أمل، هي سنة واحدة مش أكتر. أيوة بس ما كنتش فاكرة إنك مستعجل أوي كده. احنا لسه في قدامنا وقت طويل قوي على بال ما يجي لنا جوابات التعيين، يبقى ليه الواحد ما استفدش بالوقت ده؟ ده كلام كلام يا ماهر. السكه اللي انت رايح لها دي سكه طويله عمرها ما بتنتهي، اذا دخلتها مش ممكن هتخرج منها، واذا خرجت منها هيبقى الثمن غالي قوي يا ماهر. سكه ايه ودخلتها ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا امل؟ بقول لك هي سنه واحده وهرجع. مش هتقدر، مش هتقدر يا ماهر صدقني. فكر كويس، فكر في الناس اللي كنت بتحلم انك انت ترجع لهم. انت نسيت ان في رقبتك دين؟ انت مش كنت دايما بتقولي ان نفسك ترجع بلدكم وترد لهم الجميل؟ الناس اللي وقفوا جنبك وصمموا تكمل تعليمك بعد ما مات المرحوم والدك. اوه يا امل، انت بتحسسيني ان انا برتكب جريمه ولا كاني مسافر ومش راجع تاني؟ انا خايفه عليك يا ماهر، خايفه عليك عشان انت داخل تجربه انت مش قدها. احنا مش اتناقشنا قبل كده وقلنا السفر ده حجه الفاشلين؟ ايوه، لكن الظروف بتتغير يا امل. ما تقوليش الظروف. الله مالكم، انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ ابدا يا حماتي، هنتخانق ليه بس؟ على الله بقى يعجبك الشاي بتاع. اشوف. الله، تسلم ايديك يا حماتي. تعيش يا حبيبي. يا مان انا خايفه عليك، انت مش كنت قبل كده بتقولي ان طريقك واضح ومحدد؟ انا خايفه عليك تتوه عن الطريق. ما تخافيش عليا يا امل، مش ماهر اللي يتوه عن الطريق، خلي ثقتك فيا كبيرة وحتشوفي. يا خبر ابيض، ايه البسي بسرعة، ده انا كنت حانسة. ليه فخر عزمنا انا وانت النهاردة على العشاء بمناسبة سفري.
مرتاح. ماما انت رحت في النوم ولا ايه؟ يا خبر، ده انا زهر راحت عليا نومه. الله، طب ما نمتيش ليه ما دام انت تعبانه؟ كنت عايزه اخلص الحتتين اللي في ايديا دول يا امل. يا ماما انا مش قلت لك اكتر من 100 مره ما تشغليش نفسك وانتبهي لصحتك. الحياه عايزه كده يا بنتي، هي الدنيا عاد فيها راحه. يا ماما هي الحياه حرب واكتر يا امل. يا ماما كل واحد في الدنيا دي على قد طاقته. يلا بقى اتفضلي قومي نام. يلا انت النهارده كان كلامك غريب قوي مع فخري. بالعكس، ده هو ده الكلام المعقول. انت هتجنني معاك يا جدع. انت بتتكلم كده زي ما يكون في بينا منفعه. يعني انت مثلا مسكنني معاك هنا عشان مستني من ورايا حاجه؟ ما تبصش للمسائل التافهه دي، انت اصلك على نياتك والريف لسه مأثر فيك. قصدك ايه؟ تعرف يا ماهر، انا لما كنت بكلمك عن رجاء كنت لسه متردد، كان المشروع في دماغي لسه مجرد احلام، لكن بعد كلامه معايا في المكتب صممت اني لازم انفذ اللي في دماغي. ليه؟ هو قالك ايه؟ يعني الظاهر رجاء ما كدبتش خبر وراح تكلمت معاه. طبعا الموضوع ما جاش على هواه، حب يلمح لي كده بس بطريق غير مباشر. قال لي كلمتين لسه بيرنوا في وداني لحد دلوقتي. الواحد لما يبص لفوق يحاسب لرقبته تتكسر. يا راجل ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني ما تشغلش بالك، بكره ان شاء الله هتسمع عن اخوك اخبار كويسه قوي. هبص لفوق بس من غير رقبتي ما تتكسر. عن اذنك يا ابي. اتفضلي. عمر الايام ما بتتغير، لكن احنا بقى اللي بنحاول نغيرها بمنطقنا ونظرتنا ليها. طول عمرك عنيده وتفكيرك غريب. ايه بقى الحكايه؟ حكايتي هو سمير ده المقرر الوحيد اللي عندك ولا ايه؟ يعني ايه؟ اصلك بصراحه يعني شايف ان انت قاعده معاه على طول، في المحاضرات معاه، في الكافيتيريا معاه، في اي مكان معاه. وده بقى يزعلك في ايه؟ الكلام ده مش في مصلحتك يا امل. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ انا اصلي بصراحه شايف ان انت مهتمه بيه زياده عن اللزوم. فخري ده موضوع يخصني لوحدي. الله، وعليه يعني ماهر ده ما فيهوش غير لسانه بس. فخري. طيب يا ست امل، مش عايزك تلاقي عليا، انا هرجع مش هغيب. عموما خلي بالك من نفسك. ايه يا سيدي، احنا هنقلبها دراما ولا ايه؟ يلا بينا لحسن اتاخرنا. على فكره يا ماهر، الدنيا زي الطياره ما تستناش حد.
والله فيك الخير يا فخر انك جبت تصريح لامل عشان توصل معايا لغايه هنا. ايه اشوف الشغل بخير. مش عايزه حاجه من بره؟ عايز سلام. الله يسلمك. بقول لك ايه، امل زي اختك، خلي بالك منها. في عينيا. يا سلام. مع السلامه. سلام. سلام يا فخر. سلام. ما خلاص بقى، اتفضل يلا بينا. رحلة سعيدة. شكرا. صباح الخير. صباح الخير. رحلة سعيدة. شكرا. صراحة عشان كده عايزك تجاوبيني في منتهى الصراحة. هو أنا عمري ما اتكلمت معاك غير بكل صراحة. انتي حاسة انك هتبقي سعيدة وانت معايا؟ ياه انت لسه جاي دلوقتي تسألني السؤال ده؟ يعني انت عارفة ظروفك الاجتماعية مختلفة عن ظروفي، وانا يدوب عارفة. عارفة هتقولي ان ظروفك مش ولا بد، وانك اكبر مني في السن. ومش كده وبس يا فوزي، انت بقيت تكلمني في حاجات غريبة قوي. يعني عمرك مرة ما قعدت مع نفسك وفكرت في الفرق الاجتماعي اللي بيني وبينك؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا عمري في حياتي ما فكرت في الحكاية دي ابدا. ايوه بس الناس ممكن تفكر. هو انا مالي ومالي الناس؟ انا واحدة ماليش دعوة بحد. انا كل اللي عرفه ان انا بحبك، وبحبك لاني لقيت فيك الانسان اللي انا بحلم بيه. يعني اطمن يا رجل، توعديني انك تنفذي كل اللي اطلبه منك؟ صباح الخير يا ماما. صباح النور يا امل. مالك يا حبيبتي؟ صحيتي بدري ليه؟ أنا اللي جاي أسألك، إيه اللي مصهرك لحد دلوقتي؟ الساعه بقت 3 بعد نص الليل يا مام. أنا أصلي ما جاليش نوم، والحتتين اللي في إيديا دول مستعجلين، قلت هي فرصة أخلصهم. يا ماما معقولة اللي أنت بتعمليه ده؟ قلتلك ألف مرة صحتك عندي بالدنيا. وإحنا يا أمل لينا دخل تاني يا بنتي غير من الشغلانة دي؟ ما أنت عارفة يا حبيبتي المرحومة أبوكي ما سابلناش غير الستر. يا ماما أنت دايماً كده تحسسيني بعقدة الذنب. ليه بس يا امل؟ وانت ذنبك ايه حبيبتي؟ في ايديكي ايه؟ معلش بكره ربنا يكرمك. على العموم انا من بكره هروح استلم الشغل. اني شغل يا امل؟ ده لسه بدري قوي على جواب التعيين. فخري كان عرض عليا اشتغل معاه.
أي أوامر تانية؟ لا شكرا، لكن ما قلتليش يا فوزي. خير. هي أخبار أمل إيه؟ في الحقيقة ما شفتهاش بقالي فترة. يا أخي البنت دي دماغها ناشف بشكل. ليه بقى؟ تصور عرضت عليها تشتغل عندي بدل قعدتها في البيت، رفضت. أنت يعني أول مرة تعرفها؟ أنا مش قادر أفهم تركيبتها. كل واحد أقدر بظروفه. عموما حاول تفضي نفسك في يوم ونروح لها سوا. صباح الخير. أهلا أهلا يا أمل. يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. أمل إزيك؟ اتفضلي. إحنا كنا لسه جايبين في سيرتك. خير يا جماعة؟ أكيد اقتنعتي. بإيه؟ بموضوع الشغل؟ أنا كنت متأكد إنك هتفكري كويس وهتسمعي الكلام. أصل بيني وبينك لقيت وقت الفراغ كتير وممل. هودي الورقة اللي معايا وأرجع لك على طول. أنا في الحقيقة لقيت جواب التعيين لسه قدامه فترة، قلت أشغل نفسي بأي حاجة. يا ستي الشركة كلها تحت أمرك. بس الشغل هيكون مؤقت. عموما أديك هتجربي، إن عجبك الشغل استمر. ايوه بس عشان اكون صريحه معاك، اول ما يجيني جواب التعيين ما تبطلي بقى العند ده. هو يعني مهنه التدريس مستنياك على احر من الجمر؟ بصراحه اصلا انا بحبها قوي. طول عمرك عناديه. طيب ممكن بقى استلم الشغل؟ اه. سعيده يا ماما. اهلا يا امل. اهلا يا حبيبتي، عملتي ايه؟ استلمت الشغل وقبضت مرتب شهر كمان. صحيح؟ ايوه. فخري بقى هو اللي صمم، اعمل ايه؟ ده باين عليه جدع ابن حلال. اتفضلي، اول فلوس اقبضها في حياتي يا ماما. خليهم معاك يا حبيبتي عشان تشتري لك حتتين قماش ولا حاجه. لا 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 لا، انا مش عايزه حاجه خالص. بعدين يا ماما بعدين. ولا بعدين ولا حاجه، انا ستي مش عايزه فلوس. خليهم معاك يا امل. يا رجاء يا حبيبتي، المثل بيقول اذا كنت اخوات اتحاسبوا. ايوه يا فوزي، بس انا مفيش بيني وبين فخري المسائل دي ابدا. يا رجاء يا رجاء، انت هتفضلي طول عمرك كده؟ انت لازم تعرفي راسك من رجليك. هي انا اعمل ايه؟ انا اسف طبعا اذا كنت بتكلم في المسائل الشخصيه، لكن اعتقد ان انا بعمل كده لمصلحتك، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا حبيبي. يبقى تساليه عن نصيبك. بتقول ايه يا فوزي؟ قلت لك انا ما اقدرش اتكلم مع فخري اخويا في المسائل دي ابدا. انا قلت ايه يا رجاء؟ الدنيا دلوقتي عايزه كده، ثم ده حقك، لازم تعرفي الشغل ماشي ازاي وعامل ايه. بعدين يا ستي انا من جهتي موجود في الشركه وعارف حجم العمليات اللي بيخش فيها وعارف بتكسب قد ايه وازاي. انا كل خوفي دلوقتي ان فخري اخويا يزعل مني لو اتكلمت معاه. خلاص انت حر. انا اسف اني اتكلمت في الموضوع ده من الاول. فوزي يا حبيبي انا مش عايزاك تزعل مني ولا تتضايق. يعني هتكلميه؟ هحاول. لازم يا رجاء لازم. انا عايز اعرف مين اللي فتح عينيك على المسائل دي دلوقتي، وهي فيها ايه؟ هو مش من حقي اعرف؟ انت عايز تعرف ايه؟ انت عايشه هو احسن عيشه، عايز ايه تاني؟ عايز اعرف نصيبي اللي سابهولي بابا. وش معنى دلوقتي؟ ما انا كان لازم اعرف في اي وقت. هي الشركه دي مش باسمنا احنا الاثنين ولا ايه؟ الشركه كانت باسمنا لما كان بابا لسه عايش، انما دلوقتي الشركه اتغيرت وكبرت وبقى فيها مشاريع تانية خالص. يعني ايه بقى؟ يعني المفروض انك ما تتكلميش في المسائل دي الا لما تخلصي دراستك. وليه؟ أرجوك يا رجاء سيبيني دلوقتي. أنت متأكد من مشاعر رجاء ناحيتك؟ زي ما أنا متأكد منك دلوقتي. وأنت بتحبها زي ما بتحبها؟ آه طبعا.
نفسي افتح عيني واغمضها لقينا متجوزين. طب موقف فخري ايه؟ اعتقد انه مش موافق، بس طبعا مش مبين، انا كمان مش مديله اهتمام. على العموم حاول تقنعه اذا كنت فعلا جد يا فوزي. شو وقته لسه بدري، احنا مستعجلين على ايه؟ فخري بيعاوزك يا استاذ فوزي. خير يا ترى؟ لما اروح اشوف عايزني في ايه. اتفضل. مش فاهم مالك يا فخري. انا مش عارف اقول ايه. في حاجة حصلت ضايقتك؟ انا تعبان قوي يا فوزي، انا عاوز انفجر في اي حاجة اطلع فيها اللي جوايا. الدرجة دي؟ تصور. معلش يا فوزي اذا كنت اخترتك عشان اتكلم معاك. بالعكس ده احنا اخوات يا اخي. ما عشان كده انا اخترتك انت بالذات، لاني واثق انك هتحس بيا. وانا تحت امرك. انا مش عارف اقول ايه. عارف يا فوزي، الشركة دي انا اللي عملتها على دماغي، اسستها من اول وجديد وكبرتها. محدش ينكر الكلام ده. لو انت مكاني هتفرط فيها؟ وانا ايه اللي كبرني؟ انا ما انكرش ان لها نصيب، بس هي مين دي؟ رجاء. تصور لقيتها فجأة بتكلمني عن نصيبها. ليه هي الشركة باسمكم انتوا الاثنين؟ وانا لو اعرف مين اللي فتح عينها على الموضوع ده. معقول؟ معقول رجاء تتكلم في موضوع زي ده ودلوقتي؟ ما هو ده، هو ده اللي مجنني. طب وفيها ايه يا فخري لما تعرفها؟ نعم، انت بتقول ايه يا استاذ؟ بقى نتعب وهي تاخد على الجاهز؟ بس دختك. انا لا يمكن اتهاون في حقي. سمية عايزه ايه؟ هي عايشه احسن عيشه، وبكره تتجوز الانسان اللي يليق بمركزها. بس ده غلط. نعم غلط. قصدي يعني انها من حقها تختار. يعني اسيبها تختار عشان تجيب لي واحد جربو؟ انت ليه بتسبق الاحداث يا فخري؟ ثم دي اختك يا اخي، مش حد غريب. ما عندكش فكرة أنا زعلت منها قد إيه؟ معلش معلش سيب المسألة دي عليا أنا. لا أرجوك ما تجيبلهاش سيرة، أحسن تزعل. بعدين أنا عارف إن أنت طبعا وهي تستريح لك قوي. عموما أنا ارتحت دلوقتي لأني فضيت كل اللي جوايا. أنا آسف يا فوزي إذا كنت شغلتك معايا. خير يا فوزي؟ الظاهر الموضوع دخل في الجد. موضوع ايه؟ سنارة بدأت تغمز. سنارة ايه بس وموضوع ايه؟ بعدين بقولك. سعيدة يا ماما. اهلا يا حبيبتي، تأخرتي ليه؟ معلش اصلي كان عندي شوية شغل، عطلوني شوية. طب يلا بسرعة غير هدومك علشان تتغدي. على فكرة يا امل في جواب ليك اهو يا حبيبتي. معقولة؟ الظهر بعت يقول لك على ميعاد رجوعه. هي مش خلاص السنة خلصت؟ يا ريت يا ريت يا ماما. خير يا أمل، في ايه؟ مش هيرجع السنة دي يا ماما. مالك يا فوزي؟ بتفكر في ايه؟ لا ابدا، بس لي تعبان شويه. اذا كنت متضايق من فخري فما تزعلش منه، ده اخويا وانا عارفاه. هو بس تلاقي في حاجه شغلاه علشان كده هو متضايق اليومين دول. انا ماليش دعوه باللي بتقوليه ده، انا نفسي احس بالاستقرار. اذا كنت انا وانت بنحب بعض ليه نستنى؟ قصدك ايه؟ رجاء انت بتحبيني ولا لا؟ طبعا يا حبيبي. طب افرضي ان فخري ما وافقش على جوازنا. فخري مش هيوافق ليه ما دام انا بحبك؟ انا بقول افرضي.
ده شيء وارد. مفيش حاجة في الدنيا تقدر تفرقنا عن بعض. بصراحة رجاء أنا مستعجل أوي. للدرجة دي يا فوزي؟ مش قادر أبدا أتصور إن الأيام بتمر عليا وأنا وأنت بعيد عن بعض. بكرة أخلص دراسة وإحنا هو يعني الدراسة مش ممكن تخلص وإحنا مع بعض. قصدك إيه يا فوزي؟ أنا مش عايز حكاية الدراسة دي تأخرنا عن حاجة. للدرجة دي أنت مستعجل أوي كده؟ يا رجاء إحنا لازم نعيش أيامنا. طيب خلي عندك شوية صبر. صبر هجيبه منين بس؟ استاذ فخري بتفكري في ماهر مش كده؟ افرضي عجبته الحياه هناك وما رجعش. مش ممكن، اكيد هيرجع. وايه اللي بياكد لك؟ اللي زي ماهر خارج لا وراه ولا قدامه، لما الفلوس هتجري في ايديه هيبقى شخص تاني. يبقى ايه بقى اللي بياكد لك؟ يرجع عشان الكلام ده لا بيقدم ولا بيأخر، ده وهم انت عايشه فيه. استاذ فخري انت بتقول ايه؟ انا بقول الكلام اللي شايفه صح. انا خايف عليكي، فكري في مستقبلك وفي حياتي. اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش يا امل. استاذ فخري انت قصدك ايه؟ ما بلاش كلمة أستاذ دي بقى، احنا طول عمرنا زمايل. انا مش عارف انت ليه دايما تحط حاجز بيني وبينك. انت بالنسبة لي صاحب شغل وانا بشتغل عندك. في ايدي بتبقي صاحبة الشغل. مش فاهمة. انت فاهمة كل حاجة يا امل، بس بتركبي راسك. انا انت ايه يا أستاذ فخري؟ انا عاوزك تعيش الواقع بتاعك. ماهر ده مش هيقدر يساعدك. انا ما اشتكتلكش. ما هو مش لازم تشتكيلي. أستاذ فخري أرجوك، مش معنى إن أنا بشتغل عندك هنا إنك تدي لنفسك حق أكتر من حقوقك. وعلى فكرة جواب التعيين هيجيني خلال أيام. يا أمل افهميني كويس، أنا عاوز أسعدك. أنا في إمكاني أخليكي أسعد مخلوقة في الدنيا. أستاذ فخري كفاية لحد كده. أنا مش عارف هو اللي يكلمك عن مصلحتك تزعلي منه. أرجوك أرجوك يا أستاذ فخري بقى أشوف حد تاني. أنا من دلوقتي هسيب الشغل. يعني إيه بس؟ يعني كفاية لحد كده. اسمعي بس، أنا حرام حياتك تضيع حضر. ماهر ده ماهر ده صاحبك بس ما يستحقكيش. إيه ده؟ أنت إزاي تتكلم على واحد صاحبك وفي غيابه بالشكل ده؟ يا أمل أنا بقول اللي شايفه صح. ماهر ده ما يستحقكيش، وحرام كمان تضيع وقتك في الانتظار. ما تبيش عنيدة بقى ودماغك ناشفة. عشان بحترم مشاعري واحاسيسي يا استاذ فخري. عن اذنك. انت مش طبيعي ليه يا ابي. تعرف وانا بعمل لك فنجان القهوه ده سالت نفسي سؤال، قلت هو ليه فخري اخويا ما بيتجوز؟ وانت ايه اللي خلاك تفكر كده؟ انت مش ناقصك حاجه دلوقتي غير العروسه. وشوف بقى الفرق لما فنجان القهوه ده يجي من ايد مراتك حبيبتك، اكيد هيبقى له طعم تاني خالص. قفل السيره دي يا ابي. انت مقصر في حق نفسك، واذا كنت عامل عليا انا مستعده اتجوز من بكره الصبح علشان البيت يفضل. انت بتقولي ايه؟ بقولك تفكر في الكلام ده بجد. انت كل حاجه عندك دلوقتي، وألف واحدة تتمناك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي أمل دي ما بتهمتش أبداً؟ ليه؟ أصلها من يوم ما جت المدرسة دي وهي بتطلع من الحصة على تصحيح الكراريز، حتى الحصص الإضافية بتجي وراها زي ما تكون مشتهية شغل. طب وانت حاشر نفسك قوي كده ليه يعني؟ اصلها صعبانه عليا، واخده الحكايه جد اكتر من لازم، بعد كده مش هتلاقي عندها صحه للكلام ده. انت بتبص لنفسك؟ طب انت واخد الموضوع سبهلله يا اخويا. كويس ان الواحد بيجي كمان. يعني انت عاوز تاخد فلوس وما تجيش كمان؟ يا عم قول يا باسط،
بقول لك ايه، انت مش كنت بتدور على عروسه؟ ايوه. ليه؟ اهي قدامك اهي. طب وانت ايش عرفك ان هي مش مرتبطه؟ انا عارف، لو كانت مرتبطه كنا لاحظنا عليها اي حاجه، او كنا شفنا اللي هي مرتبطه بيه، او على الاقل كان جالها وصلها في اي يوم من الايام. فعلا فعلا يا استاذ ابراهيم، يا ريت، ده باين عليها طيبه وبنت حلال. انا بقى هكلمها لك. لا كله الا كده، الحاجات دي بحب اعملها لوحدي انا، بيني وبينها، عشان لو رفضتني يعني ولا حاجه يبقى بيني وبينها ما حدش تاني يعرف، مش كده برضو ولا ايه؟ طب قوم اتلحلح، قوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك يا أمل؟ مفيش، مفيش يا ماما. انت يا بنتي هتفضلي على حالك ده لحد امتى بس؟ ده انت بقيتي زي الوردة الدبلان. يا ماما انا كويسة، مفيش حاجة. انت مش كويسة يا أمل، انت بقالك فترة مش عجباني وانا حاسة بيكي. ده انت يا بنتي بتحاولي تشغلي نفسك في أي حاجة علشان ما تفكريش. قوليلي يا حبيبتي مالك؟ يا ماما مفيش أي حاجة، انا بس تعبانة شوية. وهتفضلي تعبانة كده لحد امتى ان شاء الله؟ لحد صحتك ما تروح؟ ما تشغليش بالك يا ماما، انا كويسة. هو مهر بعت حاجة تانية كده ولا كده؟ ارجوك يا ماما قفلها سير. اذا كان كلامي ده ضايقك قوليلي. بالعكس يا فوزي. يبقى خلاص، ايه اللي يخلينا نستنى؟ اذا كان فاضلك سنة ولا حاجة في الدراسة تكمليها وانت معايا. تعرف يا فوزي، انا مستعجله اكتر منك علشان فخر يا اخويا، حاسه انه مش عايز يتجوز لانه حاسس انه مرتبط بيا. ما خلاص رجع الفرصه قدامنا اهي، على الاقل لما يلاقيك مستعجله يفكر في نفسه ويتحمل شويه. انت رايك كده؟ استاذ علي، حضرتك انسان محترم ومن الشخصيات القليله اللي انا قابلتها في المدرسه، بس انا فعلا بقى ما بفكرش في الجواز. طب ليه؟ ليه ما بتفكريش مادام مش مرتبطة؟ أنا ما قلتش إن أنا مش مرتبطة، بس أنا أصلي. اللي عرفته من حضرتك ومن كلامك إنك مش مرتبطة. أنا ما قلتش كده. يعني مرتبطة؟ لا مؤاخذة يا جماعة، في واحد عايزك يا أنيسة أمل. واحد عاوزني أنا؟ أيوة موجود، اتفضل يا أستاذ، اتفضل. صباح الخير. صباح النور. أهلا يا أستاذ فخري، اتفضل. أهلا يا أستاذ. إيه؟ أهلا وسهلا. الأستاذ فخري صديق وأخ. أهلا وسهلا. أهلا بيك. الأستاذ إبراهيم والأستاذ علي زملائي في المدرسة. أهلا وسهلا. طيب عن إذنك أنا بقى. لا لا لا، خليك أنت، إحنا اللي هنمشي. تمشوا إزاي من غير الراجل ما ياخد الواجب؟ لا ملوش لزوم، اتفضلي. اتفضل. السلام عليكم. اللي تشوفوه، مع السلامة. مش ملاحظ إنها مسألة غريبة؟
اللي انت بتقوله ده عن اذنك. انت بتبصيلي كده ليه؟ لو اعرف بس انت بتفكر في ايه. كنت عملت ايه يعني؟ يمكن كنت اقدر اساعدك. ما تشغليش بالك. تعرف يا بيه، الحل الوحيد لي هو الموضوع اللي انا اتكلمت معاك فيه. هل ايه؟ الحكايه مش محتاجه لف ولا دوران. انت مشكلتك الاستقرار، وعلشان انا ما اكونش عقبه قدامك انا مستعده اتجوز من بكره الصبح. علشان انت بتقولي ايه؟ بقولك انا مستعده اتجوز فوزي من بكره الصبح علشان تفوق لي نفسك بقى. فوزي؟ انت عاوزه تتجوزي فوزي؟ ايوه عاوزه اتجوز فوزي. ثم ماله فوزي يعني؟ انا عايز اعرف انت ايه اللي بينك وبين فوزي. ابدا، انا وهو بنحب بعض. تعرف فوزي ده كويس؟ فهماه؟ طبعا عارفاه وفهماه. ما عندكش فكرة يا بيه هو بيحبني قد ايه؟ فوزي ده ما بيحبش غير نفسه بس. انت بتقول ايه يا بيه؟ ايوه، لازم تفكري في واحد من مستواكي. ده مش هيقدر يعيشك في العيشة اللي انت عايشة فيها، ده طمعان فيك. اشمعنى يعني جاي تقولي الكلام ده دلوقتي؟ ما قلتوش ليه من زمان؟ لاني شايف انه ضحك عليك واكل عقلك. فوزي بيحبني وانا عارفه مصلحتي كويس. ما تقوليش مصلحتك انت كمان، انا زهقت بقى خلاص. فوزي ده مش هيتجوزك يعني؟ مش هيتجوزك. ويكون في معلومك، انا فاهم كويس قوي ان هو اللي فتح عينيك على موضوع الورث ده، عشان كده لا يمكن هيتجوزك، لا يمكن. حتى لو كنت بحبه؟ ما ترد عليا يا بيه، انت سايبني ورايح فين؟ هتشوف انا هعمل ايه. اهلا اهلا يا فخري. معقول يا راجل جاي تزورني بيتي؟ ده انت ما عملتهاش من ايام ما كنا طلبه. ايه الخطوه سعيده دي؟ اصلي كنت قريب من المنطقه فقلت افوت عليك. لا شرفت. تحب اعمل لك شاي زي بتاع زمان ولا اجيب لك حاجه ساقعه؟ انا مش عايز اشرب حاجه. اقعد، عايز اتكلم معاك في كلمتين. ادي قاعده. خير؟ طبعا انت عارف انا جاي اتكلم معاك في ايه. انت قلت حاجه عشان اعرف. شوف يا فوزي، انا حاولت اكتر من مره افهمك اسلوبي في الحياه، لكن للاسف انت ما حاولتش تفهمني. انهو اسلوب؟ من غير لف ولا دوران. انت فاهم ان انا نايم على وداني؟ انت قلت من غير لف ولا دوران. بتلف انت ليه دلوقتي؟ ما تتكلم دغري يا فخري. شوف يا فوزي، انت عارف كويس قوي انا جاي اتكلم معاك في ايه. موضوع رجاء ده تشيله من دماغك نهائي. يا اخي خضتني، انا افتكرت في حاجه خطيره حصلت. انا لغايه دلوقتي مش عايز علاقتنا توصل لطريق مسدود. عيب يا فخري اصحاب. انا ماليش اصحاب. كده اهو. اسمع يا فوزي، اذا كنت فاكر ان انت ماسكني من رقبتي فده بعدك. لازم تعرف كويس قوي انت مين وانا مين. الكلام ده غلط يا فخري. مش معقول ابدا المسائل توصل بينا لغايه ما اغلط فيك وتغلط فيا. اذا كان يا اخي موضوع رجاء ده هيزعلنا من بعض، انا مش ممكن اخسرك. بس انت كمان طبعا ما يرضكش انك انت تقف قدام سعاده اختك. أنا وسعادة يا أستاذ، أنت فاكر نفسك هتقدر تعيشها في المستوى اللي هي عايشة فيه؟ ما أقدرش أنكر إني ما عنديش الإمكانيات اللي عندكم. خلاص، يبقى ما تحاولش إنك تشغل تفكيرها وتملى دماغها بكلامك. أنت الظاهر عليك جاي مشحون. أنا عايزك تهدى كده خالص عشان نقدر نتفاهم.
انا مش هتفاهم معاك في اي حاجه، واللي في دماغي هو اللي هيتنفذ. للدرجه دي؟ للدرجه دي؟ طب وفاخر ايه مصلحته في سفرك ده؟ مصلحه ايه؟ الراجل صاحبي عاوز يخدمني. صباح الخير يا استاذ فوزي. صباح الخير. تحب تشرب ايه؟ شاي ولا قهوه؟ اعمل لي قهوه. مظبوط. حاضر. اسمع. نعم. استاذ فخري وصل ولا لسه؟ لا لسه ما جاش. شفت صاحبتك طلعت ميه من تحت تب. الغريب يا اخي انه ما كانش باين عليها ابدا. شفت العربيه اللي كانت موجوده طولها قد ايه؟ كنت عايز نعمل ايه انا معاها جنب العربيه دي بقى. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ الله يسلمك. على فكره متشكره قوي على توصيلك للضيف. يا ستي لا شكر على واجب، بس انا برضو زعلان. ليه؟ كان يجب تدينا خبر قبلها عشان نقدر نقوم بالواجب. يا سيدي ولا يهمك، الف شكر. بس اصل عموما عرفت تختاري. يا جماعه انتوا فاهمين غلط. هو انسان باين عليه مهذب قوي. هو بيشتغل في التدريس. يا جماعه انتوا فاهمين غلط. على اذنكم عندي حصه مستعجله. خدني معاك يا استاذ ابراهيم. استمرار وفاكر لسه لمسه وراح نازل اصلا ونزل عليه الحكم بيعد وتخلص منه في العده الثانيه في الدفع عليه. مساء الخير. وسحب بقى طبعا وراح لكالي زميله. كالي هيدخل هيلعب مع مريم برضه؟ لا بقول مساء الخير. انت كنت فين طول النهار؟ كنت مع امل. امل؟ وايه اللي جمعكم على بعض؟ يدايك اني اقابلها؟ وكنتوا بتتكلموا في ايه بقى؟ يوه في حاجات كتيره قوي. اصل فوزي كان معانا. فوزي؟ فوزي برضو؟ يو عليك بقى يا ابي، انت اليومين دول بقت احوالك غريبه قوي. انت بالشكل ده بتكسري كلامي، هتخليني اضطر اتصرف معاك تصرفات مش كويسه. ويهون عليك اختك حبيبتك. بلاش الاسلوب ده. طب هدي نفسك بس وخلينا نتكلم برواق. مش انا برضو اختك حبيبه قلبك من جوه؟ انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه؟ وايه الاسلوب الجديد اللي انت بتتكلمي بيه ده؟ انا عارف انتوا اتفقتوا عليا. انت متصور كده لانك حاطط نفسك في دايره صغيره. انت هتديني درس انت كمان؟ لا يا ابي، انا مش بديلك درس ولا حاجه. انا عارفه ان انا اصغر منك في السن، لكن صدقني بعد اللي سمعته النهارده حسيت بيك. حسيت انك في ازمه كبيره انت اللي عاملها. وايه اللي سمعتيه؟ انت لابس توب غير توبك ومتكبر على نفسك، متصور انك كل اللي بتعمله ده صح، لكن في الحقيقه هو غلط. ارجوك يا بيه ما تزعلش من كلامي. أنا مش هتكلم في موضوعي أنا وفوزي، سيبك من الموضوع ده خالص، لأن أنا واثقة إنك لو فكرت فيه أكيد هتغير موقفك ده خالص. ما تستغربش يا أبي، لأني النهاردة بس حسيت بيك، وحسيت بيك قوي كمان. رجاء قولي اللي أنت عايزة تقوليه وخلصيني. هقول يا أبي، بس أرجوك تفهمني وتسمعني كويس. جايز تعتبر إن الكلام اللي هقوله لك ده أكبر مني. مش عايزاك تستهتر بيه، لأن البركة في أمل، هي اللي خلتني أحط إيدي على مشكلتك. أمل؟ أيوة أمل. تفتكر يعني بعد اللي أنت عملته معها ده، لو كان واحد غيرك عمله وأنت كنت في مطرح ماهر كنت عملت إيه؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ حتى لو افترضنا انك بتحبها. انا ما بحبش حد. انت بتكذب على نفسك، علشان كده انت حاطط نفسك في دايره مقفوله. اسكتي يا رجاء اسكتي. وحتى لو هي كرهت ماهر
تفتكر بأسلوبك ده ممكن تحبك؟ أنا لا بحب حد ولا عاوز حد يحبني. طب ليه قابلتها واتكلمت معاها؟ مش بقولك انتوا اتفقتوا عليا. طول ما انت بتفكر بالشكل ده يبقى بتظلم نفسك. صدقني يا بيه مفيش حد في الدنيا دي هيقدر يخليني اتفق عليه، لانك اخويا من دمي ومن لحمي. مش كده برضو ولا انا غلطان؟ انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزاك تفكر صح. وانت بقى اللي هتخليني افكر صح. وليه لا؟ عاوزه ايه كمان؟ عايزاك توافق على جوازي من فوزي. وان موافقتش بدون مبرر؟ عموما انا قلت كل اللي عندي وانت حره. عموما خلي موافق وهيحضر كاتب الكتاب. انا لازم ادافع عن وجودي. يعني ايه؟ يعني انا عارفه مصلحتي كويس. خير يا أمل؟ في إيه؟ ده تلغراف من ماهر يا ماما. بيقول إيه؟ هيجي خلال 10 أيام. أسفة جدا يا فوزي اتأخرت عليك. أهلا يا أمل. أهلا بيك. اتفضلي. خير؟ لا أبدا، أصلي متضايق حبتين، قلت يمكن لما أتكلم معاك شوية تخففي عني. خير يا فوزي؟ اختلفت مع رجاء في حاجة؟ بالعكس، أنا ورجاء اتجوزنا. قول ايه؟ ما كانش قدامنا حل تاني. طب وفخري موقفه ايه؟ هو ده اللي مضايقني، احنا اتجوزنا من غير موافقته، انطردني من الشركه. معقوله؟ ومصمم انه يحرم رجاء من حقها في الشركه وفي الميراث. طيب يعني ما كنتوش قادرين تصبروا شويه؟ ما كانش ينفع معاه غير الاسلوب ده. طب ورجاء موقفها ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ حاولت معاه اكتر من مره ما قدرتش. طب والحل؟ هو ده اللي بحيرني، عشان كده انا اتصلت بيك. عموما اجل الكلام ده شويه لغايه ما يجي ماهر. احنا عارفين ماهر هيجي امتى. الله، انت ما تعرفش ان هو بعت لي تلغراف ولا ايه؟ لا ما اعرفش. عموما هو هيوصل خلال ايام، واول ما يجي هخليه يتقابل مع فخر. تعرف يا امل، مش متضايق انه طلبني من الشركه، الله يحرم رجاء من حقها. طب ورجاء بس ما فكرش في المسألة دي ليه قبل الجواز؟ رجاء دي أصلها طيبة وعلى نيتها. عموما ما تشغلش بالك، يعني مش معقول أخوها يحرمها من حقها، هو بس هياخد فترة لغاية ما يرجع لحالته. وإحنا هنستنى لحد ما يرجع لحالته؟ طب هتعمل إيه؟ مش ممكن أبدا نديله فرصة إنه ياكل حقها. طب وفيها إيه؟ يا أمل يا أمل، ما إحنا لما نستنى لحد ما يرجع لحالته ممكن يتصرف في كل حاجة وتطلع على فشوش. على عموم ما تشغلش بالك بالموضوع ده، انت بتحب رجاء ورجاء بتحبك، وبعدين يعني انا من رايي سيب الموضوع ده لرجاء تحله مع اخوه. ونعيش ازاي؟ الو، ايوه فخري بيه. حاضر.
يعني ستك مش نازل المكتب النهاردة. تحت أمرك يا فندم. السلام. أستاذ فوزي؟ صباح الخير. صباح الخير يا فندم. فخري فين؟ فخري بيه في البيت، مش هينزل المكتب النهاردة. في حاجة يا أستاذ فوزي؟ لا مفيش. زتوني يا اسطى. ماشي يا بيه، اتفضل. معاك شنط كتير؟ هم دول بس. ماشي يا بيه، اتفضل. بقالك كتير يا بيه؟ سنتين. حته واحده. حته واحده يا اسطى. الحمد لله بالسلامه يا بيه. الله يسلمك. أنا خايفة قوي. إيه خايفة ما رجعش؟ أنا خايفة من التجربة نفسها. أنا مش عارف بس إيه اللي مخوفك يا أمل، وأنا أول ولا آخر واحد هيسافر؟ مش أول ولا آخر، بس دي أول مرة هتبعد عننا فيها فترة طويلة. الأيام بتعدي بسرعة يا أمل، وأوعدك إن أنا أول ما أحس إن أنا معايا اللي يخلينا نبدأ حياتنا هرجع على طول. بكرة التعيين هيجن، وساعتها نعمل كل اللي احنا عايزين. تقدري تقولي لي احنا حالتنا ايه دلوقتي؟ ما انت عارفه البير وغطاه. يعني هم الناس اللي زينا ما بقاش حالتهم غير لما يسافروا. ايه يا بيه سرحان سيادتك في ايه؟ لا ابدا. سيادتك متجوز؟ هتجوز قريب ان شاء الله. عندك عروسه لازم؟ طبعا. ربنا يهنيك يا سعد. شكرا يا اسطى. بقول لك يا اسطى، عند الدوران اللي هناك ده هنوقف لحظه ابص على واحد ونكمل. سيادتك هتغيب؟ لا ابدا، دي دقيقه واحده هسلم على ناس واعرفهم ان انا جيت وانزل على طول. ماشي. عند العماره الجايه دي. دقيقه واحده وهنزل على طول. اتفضل يا بيه. يلا اللي هنا يا اخوانا. يا فخري، يا رجاء، معقولة تكونوا نايمين لغاية دلوقتي؟ امال سايبين الباب مفتوح ليه؟ يا فخري يا جماعة، ده انا اول ناس هشوفكم وانتوا، والله احلف انزل انتوا لا تندموا يا فخري. فخري فخري، ايه ده؟ معقول فخري؟ We'll be right back.
على طول يا اسطى. ماشي يا كريس الجبل برضه. اه طبعا اه ماشي. ايه مالك يا بيه؟ لا 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 ابدا، اصل لازم السلم كان عالي. ايوه ايوه السلم كان عالي. الله، امال امال فين الشنطه؟ ايه يا بيه ما انت طالع بيها شنطه الورق اللي كانت معايا. سعاده البيه طالع بيها فوق. يا نهار ابيض، اكيد يبقى نسيتها فوق. طب معلش يا اسطى، نرجع نجيبها لو سمحت. نرجع تاني. اه يا ريت. ماشي. خبر ابيض. عند العماره. دي عربية ال عربية ايه؟ انت من ساعة ما نزلت وانت بتلخبط ليه؟ ما فيش أي حاجة. اطلع اطلع بينا بسرعة بسرعة. هتجيب الشنطة؟ لا لا لا، هبقى اجيبها في وقت تاني مش دلوقتي. ماشي. أنا شايف إن النهاردة فرصة تروحي تتكلمي معاها. واشمعنى النهاردة يعني؟ أبدا يا مصلي، رحت له المكتب ما لقيتوش، قالوا لي في البيت ومش نازل الشغل النهارده. وما سالتش منزلش ليه؟ وناش عرفني ما تروحي تشوفيه. ايوه يا فوزي، بس انا خايفه من فخري، انت عارف ممكن ينفعل علي. يا ستي مش معقول، وخلاص بقى قدام الامر الواقع، وكمان انت رايحه تطالبي بحقك. طب ما ننتظر شوي. دي فرصه رجاء انه قاعد في البيت لوحده. طب ما تيجي معايا. لا معلش، روح انت لوحدك عشان حتى ما بقاش في. حكاية غريبة فعلا يا ماهر، بس تفتكر مين اللي يقدر يقتل فخري؟ أنا إيش عرفني؟ ما أنا شرحت لك كل اللي حصل. وبيني وبينك حاجة تحير، بس مين هيصدقك؟ يعني إيه؟ مش عارف يا ماهر، بس أنت غلطان إنك سبت شنطتك هناك. أنا قلت لك يا فوزي، الموقف شل تفكيري، ما كانش عندي عقل ساعتها أفكر بيه. أرجوك يا فوزي حاول تساعدني. إني بحاول أهو. انا عايزك تهدى دلوقتي خالص لحد ما اروح اشوف ايه اللي حصل. ليه وانت هتعمل ايه؟ هروح اشوف رجاء عملت ايه. زمان حالتها صعبه قوي دلوقتي. طب وبعدين؟ انا عايزك دلوقتي تختفي خالص لغايه ما نشوف لنا حل. ليه بقى؟ ما اروحش اسلم نفسي؟ اوعى. ارجوك تهدي نفسك علشان نقدر نوصل لحل. انت متاكده ان ماهر ده ما جاش هنا بقاله سنتين؟ بقول لحضرتك ما جاش، كان مسافر. تفتكري انه له مصلحه في قتل اخوكي؟ ما اعرفش. طب مين تاني ممكن يبقى له مصلحه في قتل اخوكي؟ ما اعرفش، قلت لك ما اعرفش حاجه ابدا. افتح.
اتفضل. فوزي. ايه مالك يا رجل؟ الحقني يا فوزي. ايه اللي حصل؟ اخويا، اخويا فاخر اتقتل. فخري اتقتل؟ معقول؟ طب ازاي؟ حضرتهم مين؟ انا جوزها يا فندم. لا مؤاخذه، انتوا ساكنين هنا؟ لا. حضرتك استاذ فوزي تشك في حد معين يكون له مصلحه في قتل الاستاذ فخري؟ في الحقيقه يا فندم انا ما اعرفش، ده حتى فخري ما كانش له اعداء خالص. اخر مره شفته كانت امتى؟ ده تحقيق معايا؟ لا ابدا، احنا بس بنحاول نجمع ادله علشان تخدمنا. انتوا مش عندكم الادله، عايزين توصلوا لايه تاني؟ هو في ادله؟ تصور يا فوزي، ماهر هو اللي ماهر هو جه من سفر؟ طبعا اذنكم يا عسكري. ايه اللي حصل؟ معرفش، انا جيت البيت لقيت فيه دهشه، افتكرت ان فيه حرامي ولا حاجه، فوجئت بيهم وهما بيقولوا لي الباقيه في حياتك. ايوه بس مش معقول ماهر يقتل فخري. اللي مش قادر تصوره لحد دلوقتي هو ليه قتل فخري. ما تتكلميش ليه؟ انا هتكلم. قولي كل اللي بيدور جواكي. انت جيت ليه يا ماهر؟ جيت ليه؟ الا جيت ليه؟ جيت عشان حبنا. اني حب؟ كره ايه يا امل؟ وانا عملت حاجه غلط؟ حتى كمان ما انتش عارف عملت ايه. انا عملت زي اي حد عشان نقدر نعيش. أني أعيش؟ أنت بتتكلمي معايا كده ليه يا أمل؟ ده بدل ما تقولي لي أخرج من الورطة اللي أنا فيها إزاي؟ أني ورطة؟ إنك ما قتلتش؟ إنك خفت ترجع وتجيب شنطتك؟ إيه اللي خلاك تنساه هناك؟ إيه اللي وداك هناك من أصله؟ يا أمل، فخري ده كان صاحبي. أنا كنت راجع وكان نفسي أشوف أي حد، كنت فرحان قوي. وإحنا في الطريق لقيت نفسي جنب بيته، قلت اطلع اشوف، ولما طلعت شفت المنظر، مفاجأة كانت صعبة عليا قوي، ما بقتش قادر افكر في اي حاجة. قمت خفت، هربت، ما قدرتش اواجه الموقف. يعني كنت اعمل ايه؟ انت مش بتقول ان هو صاحبك؟ ايوه. واللي يشوف صاحبه مرمي كده يسيبه؟ امال فين الصحوبية؟ فين الصداقة؟ انت مش بتقول ان الصداقة تضحية؟ ايوه، بس كنت اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تدور على اللي قتل. مش جايز فخري كان لسه فيه الروح ومحتاج ان اي حد ينقذه؟ انا انت هربت، خفت تواجه الموقف، خفت تتعطل عن هدفك اللي انت جاي عشانه. انت ما فكرتش الا في نفسك وبس. يعني ايه؟ يعني انت اتغيرت يا ماهر. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا امل؟ كلامي ما بقاش يعجبك. انت اتغيرت يا ماهر، غيرت قوي. فاكر كلامك قبل ما تسافر؟ فاكر يا ماهر؟ الانسان الضعيف هو اللي يهرب من المسؤوليه. في حاجات قدريه ملناش يد فيها، زي مساله وجودنا في الدنيا. لكن الانسان ما دام ربنا اداله عقل يفكر بيه ومؤمن بنفسه، يبقى مفيش اي حاجه هتقف قدامه، ولا هيخاف من اي شيء. هيقول الغلط غلط والصح صح. فاكر يا ماهر؟ مش ده كلامك؟ وايه مناسبته الكلام ده دلوقتي؟ هي دي المناسبة اللي اتقال فيها الكلام ده دلوقتي. انت لو كنت زي ما كنت ما كنتش تهرب يا ماهر، كنت اتصلت بالبوليس وعلى الأقل فتشت بنفسك عن الآن. أنا عمري ما كنت أتصور إن أنا هقابل موقف بالشكل ده.
أمل أنا كنت راجع عشان. عشان إيه؟ عشان؟ طبعا عشان حياتي أنا وإنتي. مدام رجاء أرجوك تجاوبينا بصراحة علشان نقدر نوصل لقتل أخوك. أنتم مش عندكم الأدلة، عايزين توصلوا لإيه تاني؟ الأدلة دي إحنا اللي بنحددها يا مدام. تحريات المباحث أثبتت. أثبتت إيه؟ هتعرفي بعدين يا مدام. المهم أنتي كانت علاقتك إيه بأخوك؟ يعني علاقة الأخ بأخته هتكون إيه يعني؟ مدام كان في خلافات بينك وبين أخوك؟ لا. بتقولي إنك روحت الشقة وفوجئتي بالحادثة. أيوة. إيه سبب مروحك له؟ بلاش يعني أروح أزور أخويا؟ التحريات بتقول إنه قاعد في البيت في اليوم ده فجأة. أنا كنت عارفة إنه هو في البيت. عرفت منين؟ أنا مش فاهمة ليه الأسئلة دي. مدام أخوكي كان موافق على جوازك؟ أفتكر دي مسائل شخصية. المسائل الشخصية ممكن توصلنا للمسائل العامة يا مدام. أيوة تقرير الطبيب بشارع فن. شكرا. نفس التوقعات. في إيه؟ بعدين هتعرفي كل حاجة. إزاي يسألك الأسئلة دي؟ وإنت إزاي تسمحي له يتكلم معاك في حياتك الشخصية؟ ما أنا كان لازم أجاوب يا فوزي. التقرير الطبيب الشرعي ليه؟ ما أعرفش، بس اللي أنا مستغربة منه هما ليه ما قبضوش على ماهر لحد دلوقتي؟ جايز لسه ما لقوهوش. أنت ما قابلتوش؟ لا. تفتكر يا فوزي ماهر هو فعلا اللي قتل فخري؟ لو ما كانش هو ايه اللي هيخليه يهرب وما يسلمش نفسه لحد دلوقتي؟ بقى دي معقوله واحد يرجع من بره علشان يقتل؟ واحد في ساعه غضبه ممكن يعمل اي حاجه. هو ايه بس اللي هيخليه يزعل ولا يغضب؟ جايز قابل امل وحكيت له عن موقف فخري. وهو ممكن يكون قابلها؟ اكيد. ايه اللي بيأكد لك؟ ما هو اكيد هو ده اللي حصل. اقسم بالله العظيم اني بريء، لكن لو اعرف انه عامل معاكي كده يمكن كنت عملت فيه اكتر من اللي حصل له ده. ايه تقتل؟ ادافع عن حقي. اي حق؟ علاقتي بيك يا امل، حبنا. وانت كنت حافظت اصلا على حبنا لما سبتيني سنه والتانيه ملطوعه مش عارفه راسي من رجليا. ما كنتش اقدر ارجع قبل كده. انت قلت لي انك مش هتقعد اكتر من سنه. كنت يا دوب بتعرف على الجو هناك، ما كنتش لسه حققت حاجه. اللي كنت بشتغل بيه يا دوب على قد المصاريف. تاني سنه قدرت اتعود على الحياه هناك وحقق حاجه. وبعدين الحياه هناك مختلفه يا امل. صحيح انا كنت بتعب وارهق نفسي، لكن في الاخر بلاقي المقابل اللي يرضيني. وانا هنا لوحدي. ما انا جيت لك اهو. واهلك وناسك والسنين اللي عشتها والواجب اللي كنت بتتكلم عليه. الحياة هناك مختلفة يا أمل. عشان في مقابل مش كده؟ أمل أنا أسكت. أسكت يا ماهر. يا خسارة، فخري كان عنده حق. ما صدقتوش لما قال إنك هتتغير. أنت ضد إنك تحس بذاتك؟ بالعكس، أبقى عبيطة لو قلت لك لأ. وهو الإنسان اتخلق ليه غير عشان يعيش ويحس بذاته؟ أمال أنت عايزة إيه دلوقتي؟ عاوز أفضل طول عمر بلون واحد وطعم واحد. عايزة لما أضحك يبقى فيه مبرر لضحكي، ولما احزن يبقى فيه مبرر حقيقي الحزن. عايزه لما البس التوب اللي يناسبني ما يناسبش حد غيري، ولما امشي تبقى خطوتي عارفه الطريق اللي انا رايحه له عشان ما بقاش بتمرجح، ولما احلم الحلم اللي اقدر على تحقيقه. احلام تبقى متفصله على قدي، ما تأملش في احلام غيري. اوعك تفكر ان انا ضد انك تسافر، بالعكس انا ضد انك تغير موقفك من السفر، وده بقى اللي انا برفضه. انا كنت فاكر اللي عملته ده هيساعدك. انهي سعاده؟ اديك شفت اللي حصل. من اول موقف حصل لك حطيت نفسك في موضوع الشبهه والجريمه. تقدر تقولي لو ما كنتش سافرت كنت خليت فخري يتكلم معايا كل الكلام ده؟ كان حصل اللي حصل؟ كان قادر يبص لي بعينيه؟
مش عارف اقولك ايه دلوقتي. واجه نفسك بالحقيقة يا ماهر، ارجع لنفسك. امل، انا عاوز اخرج من الورطة اللي انا فيها دي. خلاص روح اقول لهم الحقيقة، برق نفسك. يا ست انا بريء، والله العظيم بريء. قول لهم كده، والله العظيم بريء. خايف ما صدقونيش. لو صادق مش هتخاف يا ماهر. يبقى فعلا لازم اروح واقول لهم الحقيقة. ايه اللي خلاك تهرب لما انت بريء؟ بصراحة انا خفت. تقوم تورط نفسك؟ صدقني هو ده اللي حصل. تخرجت من المطار الساعة كام؟ كانت حوالي الساعة 1:30 تقريبا. عندك أقوال تانية؟ أنا قلت كل اللي عندي. في حد عارف إنك جاي هنا؟ مفيش غير أمل خطيبتي. على العموم أنا هسيبك تخرج تاني. إيه؟ على فكرة أنت كل تحركاتك كانت مرصودة وكنا عارفين أنت بتعمل إيه. مش فاهم. أنت فاكر السواق اللي وصلك من المطار لحد البيت؟ أيوة. ماله؟ بعد ما وصلك جاوب بلغنا. هو إيش عرفه؟ هو شافك ساعتها مرتبك فحس إن في حاجة فجاب بلغنا، رحنا فوجئنا بالجريمة. أيوة بس يا فندم، أنا ساعة ما رجعت عشان أخد الشنطة بعد ما نسيتها، عربية البوليس كانت موجودة. دي عربية كانت واقفة بالصدفة، وعلى كل تحرياتنا وصلتنا لخيوط الجريمة. أنت كأنك ما تعرفش حاجة، ولما نحتاجك هنطلبك. طيب والشنطة والأوراق؟ لا مش دلوقت، لما نوصل للقاتل. يعني أنتوا واثقين إن أنا ما قتلتش؟ تقرير الطبيب الشرعي بيقول إن الجريمة تمت قبل البلاغ بحوالي 3 ساعات، يعني قبل أنت ما تخرج من المطار بساعتين ونص. أستاذ فوزي موسى؟ أيوة فندم. لو سمحت في استدعاء لك. في إيه يا فوزي؟ ده استدعاء ليه؟ ليه؟ مش عارف، لما أروح أشوف إيه وأجي. هأجي معاك؟ لا معلش خليك أنتِ. اتفضل. اتفضل. اتفضل اقعد يا أستاذ فوزي. خير يا فندم. خير. افتح صفحة جديدة. ماهر؟ ايوه ماهر. ازيك يا رجاء؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ عايز مننا ايه؟ مش كفاية قتلت اخويا؟ لا يا رجاء انت غلطانة، مش انا اللي قتل فخري. ولما انت ما قتلتوش ايه اللي ساب شنطتك هناك وهربت على طول؟ انا ممكن افهمك، اسمحي لي ادخل الاول. لو دخلت هبلغ البوليس ويجي يقبض عليك. على العموم انت معذوره، اندهيلي فوزي لو سمحتي وتفهمي منه كل حاجه. فوزي مش موجود. راح فين؟ جاله استدعى من البوليس. قبضوا على القاتل؟ وانا ايه اللي هيخليني اقتله؟ فندم سعادتك مش قلت انكم لقيتوا الادله اللي بتديني القاتل؟ ليه ما قبضتوش عليه؟ انت متصور يعني اننا ممكن نلقي الاتهامات جزافا من غير ما يكون عندنا دليل قاطع؟ طب وانا ذنبي ايه؟ استاذ فوزي، انت كان بينك وبين الاستاذ فخري خلافات بسبب جوازك من رجاء وطاردك من الشغل، مش كده؟ حصل. بس ايه دخل الكلام ده؟ صبرك عليا يا استاذ فوزي. لما كان بينك وبينه خلافات، إيه اللي خلاك يوم الجريمة تروح له المكتب
وكنت منفعل جدا يوميا، ولما السعي قال لك انه في البيت ليه نزلت بسرعه؟ كنت هقعد اعمل ايه؟ رحت فين ساعتها؟ روحت البيت. مدام رجاء قالت انك روحت البيت الساعه 2، تقدر تقول لي كنت فين ما بين الساعه 11 والساعه 2؟ ومين اللي دفع مدام رجاء انها تروح لاخوها البيت في اليوم ده بالذات؟ شيء طبيعي، واحده وبتزور اخوها. احنا اتفقنا ان كان بينكم وبين بعض خلافات، اشمعنى يعني في اليوم ده بالذات تروح له؟ وايه اللي عرفها ان هو موجود، مع العلم انه في الوقت ده بالذات بيبقى موجود في الشغل؟ انا مش فاهم ساعتك عايز توصل ليه بالظبط. استاذ فوزي، انت لما جيت شقه الاستاذ فخري واحنا موجودين فيها ادعيت انك فوجئت بالجريمه، مع العلم ان ماهر كان عندك في شقتك وقال لك على كل حاجه، لكن يا خساره ما عرفتش تمثل كويس. انا ما اعرفش حاجه، ما اعرفش حاجه. استاذ فوزي، التحريات اثبتت انك انت القاتل. ما قتلتش حد، ما قتلتش حد. مدام رجاء يا فندم. طب روح انت. ما تصدقهمش يا رجاء، ما تصدقهمش. اتفضلي اقعدي يا مدام رجاء. ايوه يا استاذ فوزي، هتحكي لنا انت قتلته ازاي؟ يا فندم انا ما قتلتش حد، انا ما اعرفش حاجه. انا ساعتها كنت مع رجاء حتى اسالوها. استاذ فوزي، انت يوم الحادثه رحت للاستاذ فخري المكتب، ما لقيتوش هناك. الساعي قال لك انه موجود في البيت، رحت له بسرعه، قعدت تتكلم معاه، كلمه منك كلمه منه، حصلت بينكم مشاده كلاميه، انفعلت عليه، انفعل عليك، مسكتوا ببعض، دفعك دفعته، وقع على حرف الترابيزه ودماغه اتخبطت. كفايه 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 ارجوك. ايه هتحكي لنا ايه اللي حصل؟ قصدتش اقتله، هو اللي وقع على حرف الترابيزه واتخبط. ايه الدافع؟ لما عرفت انه لوحده في البيت قلت اروح اناقشه واحل معاه موضوع رجاء. انه موضوع؟ موضوع الورث. و ما هو اصل عارف. كمل. الحقيقة بيني مقابلة مش كويسة، حاولت امتص غضبه، قعد يعنف فيا، حاول يجرحني. قال لك ايه يا استاذ فوزي؟ انت عاوز ايه؟ بقى بعد ما شغلتك معايا تسرق اخت مني وكمان بتطالب بنصيبها؟ الكلام ده عيب يا فاخر، احنا اصحاب. ما تقوليش الكلمه دي تاني، انت احقر انسان انا شفته في حياتي، انت خسيس جبان. طب هدي نفسك بس، انا مش عارف انت مكبر الموضوع قوي كده ليه. يا برودك يا اخي، انت عاوز ايه دلوقتي؟ اختك ايه اللي عايزه؟ هي ملهاش عندي حاجه، الشركه كلها ملكي. لا ده انت كده بقى تبقى غلطان قوي. انت كمان جاي تديني درس في الاخلاق؟ اطلع بره بره بره. كمان بتطردني يا فخري؟ هطردك واضربك بالجزمه كمان. جزمه؟ ده انت كمان ما تقدرش حتى تضرب قطه. سيب ايدك تشتمني في بيتي. لا اشتمك واكسرك كمان. سيب ايدك اقول انا مش هسيبك الا لما اخد منك حق الرجاء بالكامل. والله العظيم ما كنت اقصد. يعني تتجوزني وتقتل اخويا؟ طب ليه؟ ليه؟ غصب عني، هو اللي خلاني انفعلت. يا
خسارة خسارة. يا خسارة يا فوزي. أنا حذرته من البداية لكن للأسف ما سمعش كلامي. كان متصور إنه هيحقق اللي هو عاوزه ببساطة. شفت يا ماهر، الحلم لما بيكون أكبر من بني آدم بيوصله لإيه؟ لا يا أمل، اللي عمله فوزي ده حلم يقظة رسمه بعقله وحاول يحققه على حساب غيره ومن غير مجهود. كل ده عشان ما قدرش يعيش الواقع بتاعه. الحياة صعبة يا أمل. إحنا اللي بنخليها صعبة، كلنا عايزينها تجارينا حسب هوانا من غير ما نفهمها. يعني خلاص يا أمل، ما عدتيش زعلانة مني؟ لو هتعيش في الواقع بتاعك وحتنسى الفترة اللي فاتت كلها ونبدأ حياتنا من جديد، عمر ما حزعل منك يا ماهر. طب يلا بينا. على فين؟ على أقرب مأذون. نكتب كتابنا دلوقتي حالا ونقعد لنا كم يوم تجهزي فيهم أوراقك. أصلا أنا جبت لك عقد عمل معايا. أنت بتقول إيه؟ هنشتغل أنا وإنتي في مكان واحد، ومهيتك على مهيتي يبقوا مبلغ كويس، نقعد لنا كم سنة ونرجع. أنت بتقول إيه؟ ما إحنا هنبقى مع بعض يا أمل. كأنك راجع عشان تاخدني معاك. دي فرصة كويسة يا أمل تتفسحي وتشوفي الدنيا وتغيري جو بدل القلق اللي أنت عايشة فيه ده. والبيت الصغير والناس وأهل بلدك اللي عملوا فيك الجميل. اسمعي، أما أرجع هبني لهم مستشفى ولا أقول لك مدرسة أحسن. ترجع؟ بعد كام سنة؟ بعد ما تضيع زهر شبابك عاوز ترجع تاني؟ ما احنا ساعتها مش هنبقى محتاجين لحاجة. يا خسارة. خسارة ايه يا أمل؟ ماهر، أنا كان ممكن أغفر لك كل اللي حصل ده عشان أنت كنت راجع لي وقلت إنك أنت استفدت من الدروس، لكن فخري بقى كان عنده حق، عنده حق بكل اللي تنبأ بيه. يعني ايه؟ يعني احنا الاتنين سكتنا ما بقتش واحدة. بس أنا بحبك يا أمل. وأنا كنت بحبك. كنتي؟ أيوة، لما كنت ماهر البسيط اللي أحلامه هي أحلامي، ماهر اللي مش بتغريه المظاهر ولا الأوهام، لكن ماهر بتاع دلوقتي اللي عمل لنفسه مشاعره تمن فأنا برفضه. مال كنت مستنياني ليه؟ كنت مخدوع؟ كنت بلاقي أي أمل أتشعبط فيه؟ لكن للأسف. أمل فكري في مستقبلك. فكر أنت في مستقبلك، انت خلاص خليت الطيار ياخدك لبعيد، لكن انا فكرت في مستقبلي وخطوتي عارفه هي رايحه فين. فكر انت بقى في نفسك. يا سلام، كل ده علشان هنسافر وهنشتغل بره؟